الجهاز المركزي مش بيمنع ده؟ يعني تم على اساس ايه؟ هو احنا القانوني عزل رئيس الجهاز من منصبه، ودي ضمانه شانها شان الضمانه اللي منحت لمنصب النائب العام من القانون والدستور ايضا يحصنه من العزل، ليس نوع من الوجاهه الاجتماعيه ولكن تحقيقا لرساله العدل اللي بيقوم بها النائب العام، وكذلك تحقيقا للرساله الساميه اللي بيقوم بها الجهاز المركزي محاسبات في حمايه المال العام. فكيف يتأدى لشخص تقييمه وعزله يكون بيد السلطه التنفيذيه ان يراقب السلطه التنفيذيه في انفاق المال العام؟ ده بيتعارض مع المبادئ الدستوريه والقانونيه لاستقلاليه الاجهزه الرقابيه.